احنا في حلقة النهاردة بقى مش هنخص النساء بس او اللي هم قبل الزواج، احنا كله بقى رجل او امرأة، متجوز، خاطب، مرتبط، متعرف، ايا كان، كبير صغير، كله بقى حلقة شاملة من خلال اسئلتكم على الفيسبوك على الخاص اللي اتبعتت لي والانستجرام اهوت، علشان ما تقولوش انت مطنشنا وما بتردش علينا. فهمت الاسئلة في الفترة الاخيرة، الكام يوم الاخيرة دول عايزين ايه، وبدأنا نعمل حلقة علامات انتهاء الحب عند الرجل أو المرأة. وأنا قاعدة وأنا قاعد دلوقتي أقدر في 5 دقايق بعد ما الحلقة دي تخلص أعرف الطرف اللي معايا ده بيحبني 50% ولا 100% ولا الحب انتهى تماما. باختصار هم 10 علامات، موجود منهم 5 يبقى الحب قل بمقدار 50%، لا قدر الله، يعني كل علامة هنقول ب10%، واحسب انت بقى اذا كانت موجودة، اذا كانت العلامة دي موجودة شيل 10% من مقدار الحب اللي بيجمعكم. خليني ارحب بكم سريعا وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، وتعالوا بينا نبتدي، ويا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات. اول حاجة تقليل مساحة الوقت اللي بتكونوا فيه سوا انتوا الاتنين. كنا متعودين قبل الخطوبة او بعد او قبل الجواز او في اول الجواز بنقعد 3 4 ساعات مع بعض، الان اصبحت ساعة، نص ساعة، هكذا بالوقت. ودي سهلة جدا وعلامات سهلة او في حلقة النهاردة يقدر اي حد ان هو يوصل لها. يعني المساحة اللي بنقعد فيها مع بعض نتكلم ونتناقش قلت عن الأول، هل ده موجود ولا مش موجود؟ تاني حاجة التوقف عن إضحاك بعضنا البعض، يعني الطرف اللي معايا ما عادش، أنا ممكن بقى أشوف، يعني أنا كمان ممكن لو عايز أعرف أنا بحب اللي أنا مرتبط بيه ده ولا لأ، ممكن أقيس العلامات على نفسي وممكن أقيسها على اللي أنا مرتبط بيه وممكن أقيسها علينا إحنا الاتنين، ما عدناش بنهزر مع بعض، ما عدناش كده حريصين ان احنا نشوف الابتسامة على وجوه بعض، ودي من العلامات القوية قوي. تالت علامة معانا التحدث بكلام يائس عن الحب والارتباط والزواج والعلاقات، دي بتبقى واضحة قوي رجل او امرأة. هل لما بتيجي السيرة متفائلين والحب ده احلى حاجة واجمل حاجة والحمد لله ان انا اتجوزت اللي انا بحبه، ولا كانت غلطة واللي حبه خده ايه والكلام اللي هو شبه بعضه ده؟ العلامة الرابعة نسيان تفاصيلك الخاصة بقى، يعني ما عيد الميلاد، عيد الجواز، ايا كان الحاجات، ما عادش بجيب هدايا زي الاول، ما عادش مهتم ان هو يفرحني بالحاجات اللي انا كنت بحبها دي، ما عادش بيدقق اوي في التفاصيل اللي كان بيدقق فيها، ودي العلامة الرابعة. واحنا ماشيين على فكرة بالعلامات اللي هي اللي يعني ماشيين كده بالترتيب، علامات سهلة انا بحاول ان انا اوضح. او العلامة الخامسة ودي للمتزوجين، يعني عدم الرغبة في التواصل جسديا، ودي مفهومة اوي، انا ما بحبش ان انا يعني اتكلم في حاجات ممكن تكون فيها يعني خطوط حمراء شوية، ما احس ان الطرف التاني مش عايز يتواصل معايا جسديا، او انا، ما انا بقول بقى لو انت دلوقتي هتتوقف عليك انت بتشوف درجة الحب عندك ولا عنده، مفيش الرغبة للتواصل جسديا. العلامة الستة قلة المشاركة بشكل عام، يعني ما عدتش عندي رغبة، أو الطرف اللي أنا مرتبط بيه ما عادش عنده رغبة إن هو يشاركني في كل الأشياء زي ما كان بيحصل أو زي ما كان المفروض إن إحنا متعودين على كده، أصبح بيفضل إن هو يا يشارك نفسه يا يشارك حد غيري. واضحة أوي. وكل أنا عايز بقى، يعني انا بحبكم قوي وبحب ان انا من النوع اللي بحب اقرا التعليقات قوي، كل حد بيتفرج عليها دلوقتي يكتب لنا النسبة، يعني في النهاية احسب كده او احسبي واكتب لنا النسبة عشان نعرف كم حد علامة يعني الحب عنده انتهى وكم حد الحمد لله لسه الحب قائم ولا زال، وبناء عليه ممكن من التعليقات دي نعمل حلقة تانية ازاي تستعيد الحب الضائع، ازاي تقوي العلاقة كده. يعني التعليقات كمان اضافة ان هي بتعرفني عليكم ممكن تديني فكرة اعمل ايه في او ايه اللي بيهمكم محتاجينه في الايام او الفترات القادمة. العلامة اللي بعد كده ودي قوية جدا، خلي بالكم، عدم الشعور اصلا بغيابك، يعني الاول لما كنت اغيب ساعتين يبقى هيتجنن، دلوقتي ممكن يومين او يوم او نص يوم ايا كان طبيعة الحياة يعني بينا، ما
عادي يعني، بلاقيه مروق وبيسمع اغاني وبيضحك والدنيا بيس، وما احسش كده بلهفه ولا وحشتني ولا هترجع امتى ولا ما تتاخرش. ما الكلام ده كله ليه مدلول قوي لما نتكلم في موضوع زي ده. العلامه اللي بعد كده، وهي علامه يعني صعبه قوي، لما يكون بيتسبب في بكائك او انهيارك، والأدهى لما ما يعتذرش. يعني هو غلطان وشاف دموعك، هانت عليه دموعك، وهي دي العلامة القوية قوي ومؤثرة قوي. شاف الدموع وما تجننش وما ارتبكش وما قالش اللي حصل في مين غلطان ولا مش مين وجري عليها، لا هانت عليه عادي بقى، في دموع وعادي. ومن أقوى وأشد العلامات اللي تدل على انتهاء الحب. العلامة اللي بعد كده وهي قوية أيضا، عدم المغازلة. وصلنا بقى لمرحلة لا عدل في فعل ولا في قول، خلاص بقى يعني. الأول ما كانش فيه فعل بس كان ممكن الطرف بيتكلم، وصلنا لمرحلة إن ما عادش فيه مغازلة، ولا بحبك ولا وحشتني ولا إيه القمر ده ولا إيه الحلاوة ده ولا حبيبي ولا الكلام اللي إحنا متعودين عليه بين الاتنين اللي بيحبوا بعض حب حقيقي. وصلنا شوفوا من السوق في المرحلة إيه لإيه، والحلقة دي مطلوبة جدا عشان تفوقنا نعرف علاقتنا أيا كان، يعني هي واقفة على أرض ثابتة ولا في متغيرات محتاجة مننا إن احنا نتحرك نشوف هنعمل إيه. وفي علاج دايما لكل حاجة. آخر علامة معانا والعلامة العشرة، ومن أخطر العلامات، لما أحس إن هو بيستولي نفسه الأول ومش مهم أنا، تمام؟ يعني ماديا، جسديا، نفسيا، اجتماعيا، انا يبقى منظري حلو ومش مهم الطرف التاني بقى، انت مش مهم بس انا وخلاص، ومبسوط قوي مادام هو حصل على المراد ده. طبعا خلينا نكون صادقين مع بعض، محدش يخدع نفسه، ورقة وقلم. وعلامة علامة موجودة شيل 10%، مش موجودة حط لنفسك 10%، هيطلع لك الناتج في الآخر. اكتبوا لنا كده وإن شاء الله تكون النتائج مفرحة. بحبكم جدا. الانستجرام والفيسبوك اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، أي حد عايز يستشيرني أو يبعت لي فكرة حلقة أو يتكلم عن موضوع شغله، كل الروابط دي إضافة لقنواتنا التانية. لو انتوا بتحبوا تشوفوني وما أناش رخم ولا تقيل على قلبكم، هيطلع لك الناتج في الآخر. اكتبوا لنا كده وإن شاء الله تكون النتائج مفرحة. بحبكم جدا. الانستجرام والفيسبوك اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، اي حد عايز يستشيرني او يبعت لي فكرة حلقة او يتكلم عن موضوع شغله، كل الروابط دي اضافة لقنواتنا التانية. لو انتوا بتحبوا تشوفوني وما اناش رخم ولا تقيل على قلبكم، يعني في اليوم اكتر من مرة، اسأل محمد وعيلته بقناة الكورة، قناتين تانيين غير دي، اشتركوا يا ريت في القنوات دي والروابط دي، ونتواصل اكتر واكتر مع بعض.